كما وعدناكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في التغذية اليوم غادي نتكلموا على القطنية. القطنية اللي كيكون عندها وعليها إقبال كبير في خلال يعني الفصل ديال يعني كيكون البرد، إنسان كيكون واحد الإقبال على القطنيات، والحمد لله يعني بلدنا كتزخر يعني بالعديد من الأنواع، أنواع عديدة و متعددة من القطنية. اليوم غادي نتعرفوا على الفوائد ديال القطنيات على الصحة ديالنا، وكذلك كيفاش يمكن لنا، لان كنسمعوا مثلا شحال من واحد كنسمعوا كيقول ان مثلا الا كلا اللوبيا كضروا، الا كلا العدس كضروا، او القطنيه بصفه عامه كيمكن لها انها تضر الناس اللي عندهم شويه يعني المشاكل في الجهاز الهضمي. عندنا معنا اليوم الدكتور عبد الخالق الرمضاني الأخصائي في التغذية والحمية. دكتور رمضاني صباح الخير وشكرا جزيلا على تلبيتك للدعوة. مرحبا، تحية لك، تحية للطاقم المجموع، وتحية لجميع المستمعات والمستمعين. إذن دكتور رمضاني، كنعرفوا أن القطنية ولا القطاني من الأغذية التي تساعد في تدفئة الجسم خلال فصل الشتاء. يعني العديد من الدراسات تشير أن القطاني عندها أهمية وقيمة إضافية في مجال التغذية السليمة والمحافظة على صحة الجسم والحماية دياله من الأمراض. عرفنا أكثر على هذا القطاني ولا القطنية كما تنقولوا دكتور رمضاني. هما القطاني بشكل عام ولا القطنيات كيف ما كنعرفوا، ولا حنا العدس، اللوبيا، الحمص، الفول، هادو كامل الحويجات اللي بطبيعه الحال داخلين في العادات الغذائيه اليوميه الاسبوعيه. يعني دائما كنا كنلقاوهم حاضرين في مره ولا جوج من الاحسن ولا اكثر، لما لا اكثر في الاسبوع، وكانت عاوتاني تعطاتهم حتى ديك الخاصيه الموسميه، بحال مثلا البصاره مع 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 الوقت مع البروده، مع ملي كيكون الجو بارد. وهي ملي كنهضروا على القطاني مهمين بزاف، وعندهم واحد القيمه الغذائيه كبيره. اولا ملي كنهضروا على القطاني كنهضروا على واحد المصدر مهم ديال البروتينات، اللي في بعض الاحيان كيقدر يوازي ولا يفوت القيمه ديال ولا الكميه ديال البروتينات اللي كاينه في المقابل ديالها من اللحم. مثلا الا كان 100 غرام تقريبا ديال اللحم فيه تقريبا 20 غرام ديال البروتينات، فكانت القطنيات هي كتقدر تكون فيها هذيك 20 غرام او لا في بعض الاحيان اكثر حتى 25 غرام لكل 100 غرام ديال القطنيه. هاد هي بطبيعه الحال ملي كنروح حتى على النوعيه ديال هاد الاحماض الامينيه النباتيه، فبطبيعه الحال للاسف مثلا بحال القطنيات ناقصينهم بعض الاحماض الامينيه الاساسيه. هاد الاحماض الامينيه هي المكونات اللي كنصوبوا بها البروتينات. نعم. ولكن ما كيمنعش على ان كنكملوهم اللي كناخذوا مثلا معاهم شويه ديال الخبز او لا شويه ديال الرز او لا شويه ديال الذره. يعني هادو اللي كنخلطوهم فكتكون الذات ديالنا تلقات جميع الاحماض الامينيه اللي هي احتاجتهم. نظرا لهذه القيمه هذه خاصه كمصدر البروتينات، المنظمه العالميه للصحه والتغذيه كانوا في 2016 كانت تعتبرات سنه عالميه للقطاني. لانه تبين على انه احسن طريقه لمحاربه النقصان. كانوا بعض البلدان، الحمد لله غادي وقت نقص هذه الافه، كانوا بعض البلدان اللي الساكنه ديالهم كيعانيوا من نقص ديال البروتينات دي كارونس بروتينيك، بالتالي وكيتسببوا في بعض الامراض خاصه عند الاطفال. ربما كنا كلشي كيعرف كوشيور كور مثلا. هادو كاملين يعني بظل ديال القطاني، حيت عندهم كذلك خاصيه ديال انهم في المتناول، يعني جميع شريحات ديال المجتمع تقدر
تناولهم بشكل جيد، ماشي غير حنت القيمة، يعني هم في المتناول علاش تعطاتهم هذه القيمة، ولكن عندهم قيمة غذائية وعندهم كذلك بعد وقائي مقارنة مع اللحم. فمن مثلا الناس اللي كيتناولوا القطنيات هما اللي طاغين كمصدر بروتينات، مقابل اللي قارناه مع مع الناس اللي اللحم. كياكلوا مثلا اللحوم هي مصدر اساسي للبروتينات، فالبعد الوقائي اللي كيكون عند الناس اللي كيتناولوا القطنيات كيكون اكثر، أكثر، يعني نعم. وحتى من بعض السرطانات، وعلى راسهم سرطان ديال الامعاء، خاصه ديال المصران الغليظ الكونسير دو كولون، نظرا كذلك لانهم غنيين حتى مصدر مهم للالياف. نعم. ودائما احنا ملي كنهضروا على الالياف كنهضروا على واحد البعد الوقائي من واحد مجموعه من المشاكل الصحيه، على راسها مثلا القلب والشرايين، السمنه، وهنا فيما يخص السمنه فالعدس، اللوبيا، الحمص، فهما مهمين بزاف للناس اللي كيتبعوا واحد النظام غذائي للغرض منه انهم يوصلوا للوزن الصحي. الا لاحظتوا ما كنستعملوش نقصان الوزن كهدف أساسي، ولكن وصلوا للوزن الصحي، الصحي، يعني نعم. يعني ممكن انها تدخل في النظام الحمية مثلا، ولا لي ريجيم لانقاص الوزن دكتور رمضان؟ بطبيعة الحال، لأنها بالإضافة إلى أنها مصدر مهم بروتينات، مصدر مهم للألياف، وكذلك كتكون كذلك مصدر مهم لواحد المجموعة من لي نوتريمون، أو لا من مواد القيت. نعم. المواد ملي كنهضر على مواد القيت فكنهضر على جميع المكونات اللي كنقدروا نلقاوها فيها، منهم من أملاح، من فيتامينات، من فيتامينات من نوع بي بطبيعة الحال، يعني هاد، وكذلك قدروا يكونوا فيه مواد مضادة للأكسدة اللي هي مهمة بزاف. طرقتي كذلك على أنه خاصة كالدفينة بطبيعة الحال، يعني معروف عليها لأنه تماما. أنها غنية، أنها كنخدموها في هذا الجو هذا. فهنا بطبيعة الحال نظرا أولا للقيمة الغذائية ديالها، ثانيا لان معايش كنستعملوها غالبا، ما كنستعملوها مع فيها زيت الزيتون، كنستعملوا معاها مثلا الحار، كنستعملوا معاها بعض التوابل، كنستعملوا معاها الثوم، وهذه كامله مكونات اللي معروف عليها لانها كتدفي الذات ديالنا، بالاضافه الى الحراره ديالها، يعني حتى هي كنسخنوها، وهذه كامله حويجات اللي كتخلي نعم. نحن نحسوا بديك السخونية، يعني كتعطينا واحد لينيرجي مهم طاقة، بزاف. نعم. بلا ما نساو كذلك، وهذه معروفة كنقولوا العدس فيه الحديد، الحديد، وفيه نعم. الحديد من هنا نبغي نشير كذلك على أنه ولو أن الحديد النباتي لو فيغنون إيمينيك اللي هو يعني الامتصاص ديالو كيكون بواحد الصعوبة، كيستوجب الحضور ديال الفيتامين سي. الفيتامين سي اللي تماما. كنقدروا نتناولوه مع شويه ديال الحامض، وهنا نبغي نشير على انه زمان، يعني الناس فاش كانوا كيتناولوا العدس بطبيعه الحال كانوا من بين المنسمات اللي كانوا كيستعملوا الحامض. الحامض، حنا بقينا في هذاك المذاق للاسف، ولينا كنعوضوه بالخل بالخل. باش نحسوا بديك الحموضه. هنا هذا خطا غذائي، علاش؟ لان ذاك الخل كيحول دون امتصاص، وكيحبس الامتصاص ديال واحد المجموعه من المكونات اللي منهم الحديد، بخلاف الحامض اللي هو بحكم على انه غني كيحتوي كذلك على لا فيتامين سي في فيتامين كتساعد. سي، وانه كذلك يحفز لنا حتى الافرازات ديال الانزيمات اللمناجيه البنكرياس، يحفز لنا الافراز ديال الصفاره ديال الكبد، يعني عمليه الهضم كتكون في ظروف احسن. ذكرت على ان الحديد، هذا الحديد اللي كيكون في العدس مثلا، فهو حديد مهم، عنده قيمه كبيره، وكذلك ماشي من حيث الحديد ديال اللحوم هو حديد مزيان لفيغ امينيك، ولكن الاكثار منه ما مزيانش. علاش؟ لانه هو اللي كيقدر يعرضنا لبعض المشاكل الصحيه، الصحية، وهو السبب الاساسي علاش المنظمه العالميه للصحه طرقت على ان اللحم هو اللحوم هي بوتونسيالمون كونسيريجين، يعني عندها واحد الاحتمال كبير على انها تقدر تعرضنا لبعض السرطانات السرطانات بالنسبه للناس اللي كيتناولوها بكثره، بكثرة. يعني تناولوا واحد الكميه وكميه قليله، والعلاقه غالبا كتكون مع هذا الحديد. واخا هناك يعني من يشعر بعسر في الهضم ملي كيتناول القطاني،
هل لأن عنده أصلا كيكون عنده مشكل، أو هناك أخطاء ترتكب عند يعني تناول مثلا القطاني؟ العسر، العسر ديال الهضم، العسر ديال الهضم اللي كيقدر يكون عند بعض الناس هو كيكون عنده علاقة مع بعض المكونات اللي كتكون في عند فهاد لوغان فيجيتال بشكل عام، يعني في النباتات كاملة وخاصة عند القطاني. كنلقاو حتى في القمح كنلقاوه في الذرة ولكن كتكون شويه ناقصه، اللي كنسموهم لي فاكتور اونتي نوتريسيونيل. هادو هما واحد المجموعه من المكونات اللي كتكون فوسط لي داخله مع التكوين ديال هذوك العدس الابيض اللي كيكون، يعني علاش هي متواجده؟ باش ما يكونش الهضم السهل ديال هاد، فحال تقول مثلا هذيك العديسه ولا داك الشيء كتحاول تقاوم راسها باش تقدر تلاح في الارض وتقدر تنبت، يعني هذه هي الطبيعه. ولكن هاد لي فاكتور اونتي نوتريسيونال كيخليو هذوك لي جميع المكونات اللي كاينه فيها، لا من الفيتامينات لا من، كلهم كيبقاو مشدودين بهذوك لي فاكتور اونتي نوتريسيونال. وحتى حنا ملي كنبغيو نهضموهم كيكون عندنا واحد العسر ديال الهضم، وبالتالي كيقدر يعطينا ذاك الحرق. هي بطبيعه الحال دائما كيكونوا واحد الحلول باش نتفاداو هاد لي فاكتور اونتي نوتريسيونيل كاملين. هي بطبيعه الحال كما كنديروا مثلا، كنديروا بزاف مع اللوبيا مثلا، كنرقدوها وهاد الطلقه هادو كنخليوها في الماء بواحد المده زمنيه، من الاحسن تكون واحد 12 ساعه، ومن الاحسن الماء ديال البدايه يكون دافي ما يكون فيه لا ملح لا والو. ومن الاحسن ان احنا نبدلوه لواحد بعد 3 سوايع. علاش؟ لانه هنا كيخلي هذاك الماء فاش كيدخل في المكونات ديالها كيخليها تخلص تدريجيا من هذوك لي فاكتور اونتي نوتريسيونيل، ديك وهذيك المواد اللي كتقدر تشكل لنا عسر في الهضم، واللي كتقدر كذلك كتكون كتشكل واحد الصعوبه باش ان احنا نستافدوا من المكونات اللي كاينه في هذيك القطاني. نعم، يعني وحتى الطبخ ديالها من الاحسن يكون هذيك 10 دقائق ولا 15 دقيقه الاولى من الاحسن يكون بالماء بوحدو، ما نديرو فيه لا ملح لا والو، باش تم استخلاص اكثر ديال هذه المكونات. نعم، الاغذيه اللي ممكن اننا نتناولوها مع القطاني بدون ما تسبب لنا مشاكل صحيه دكتور؟ هي بطبيعه الحال للاسف اللي كنلاحظوا كاين واحد الخطا شائع ولا دابا، اللي هو ان كنديروا مثلا العدس مثلا كيدار معاه الحوت، العدس كتكون معاه الكفته، فهنايا بطبيعه الحال هنايا بطبيعه الحال هو اصلا العدس ولا القطاني بشكل عام، يعني الهضم ديالهم تقريبا قدر ياخذ حتى 5 6 سوايع في الداس ديالنا. ملي كنضيفوا لهم مثلا حويجات بحال مثلا الكفته اللي معروف عليها لانها كتكون فيها الدهون، ملي اي حاجه كتكون فيها الدهون كثيره في المعده ديالنا كتلقى واحد الصعوبه في الهضم باش كتفرغها، يعني كتبدا واحد ديك لابيدون غاستري كتكون ثقيله بزاف، وبالتالي يعني عمليه ديال الهضم كيكون عسر ديال الهضم، عسر ديال الهضم اللي كيكون كيطوال بزاف، وبالتالي الناس كيحس براسهم ثقل، وكيزيد التاثير ديال هذيك المواد اللي حنا ذكرناهم قبيله. هو القطاني يعني احسن حاجه يقدروا يتخلطوا معها هما الخبز، الذره، الرز، او جميع الخضر اللي كاينه، فهي كتكون مناسبه باش ان احنا تكون عندنا واحد الوجبه كامله اللي فيها جميع الحاجيات ديالنا، لا من البروتينات لا من الالياف لا من الفيتامينات لا من الاملاح. وبطبيعه الحال يعني كتكون هذه الوجبه وقيمه حتى القيمه الغذائيه ديالها كتكون طالعه وطالعه بزاف. نعم، يعني الخبز نقدروا ناكلوا به القطاني كنقولوا بان هذه عاده خاطئه؟ لا بالعكس، هي عادة للحكمة اللي فيها كما ذكرت، هو أن العدس مثلا خدينا العدس فيه هو مصدر ديال جميع الأحماض الأمينية وكمية كبيرة ديال البروتينات. نعم، ولكن ناقصينو بعض الأحماض الأمينية، والأحماض الأمينية هي هذوك بحال لي بوز، هذوك الطريفات الصغار باش الذات ديالنا كتقدر
تركب وحده حدا وحده باش كتصوب لينا البروتينات من انواع مختلفه. نعم هاد البروتينات اللي ما عندناش الاحماض الامينيه كامله ما كنقدروش نصوبوها. العدس كيعطينا احماض امينيه ولكن كيبقاو ناقصين شي وحدين اللي هما اساسيين كنلقاوهم في الخبز, في الخبز. والخبز كذلك فيه بعض البروتينات ناقصين وبعض الاحماض الامينيه اللي كاينه اللي كنلقاوها في العدس, وهنا كنكون عندنا وجبه متكامله. شكرا لك دكتور عبد الخالق رمضاني الاخصائي في التغذيه والحميه العاشره صباحا على امواج الاذاعه الوطنيه.